شنو الاي اي ارت؟ ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في الفن. طبعا اول شيء قبل لا نبتدي نستخدمه في الفن لازم نفهم اهميه الاي اي، لازم نعرف شنو هو الاي اي واهميته في العالم. الارت في الحين اللي سائد او اللي صاير ترندينج عندنا الارتست بدون ما يستخدم لا كاميرا لا فرشاة لا شيء، بس مجرد عليه انه يكتب كلمات والاي اي ويحول هذه الكلمات الى صورة جميلة. شاكر، كنت وايد انترستد في الذكاء الاصطناعي واحس وايد قاعدة استفيد، لان قاعد استفيد شلون لوادم قاعد تستعمل الاي اي في وايد اشياء. تعلمت البرامج في شنو تستخدم الاي اي وليش قاعد تستخدمه واغلب الاماكن شلون تستخدمه.